مشاهدينا، معكم في بث مباشر من دبي، من بيروت، من القاهرة، ومن القدس، من كل مكان في اليوم على الحرة. كلينتون وغيتس، أيام القذافي محدودة وبريطانيا لا تستبعد خيار تسليح المعارضة. الأسد يعترف بالتأخر في الإصلاح ويعد بالاستدراك، وسقف دعاة التغيير يفوق وعود النظام. اليمن وسياسة النفس الطويل، صالح يرفض التنحي والمعارضة تتوعد بالتصعيد. الزفاف الملكي يغير من رتابة البريطانيين، والمبيعات تنتعش بتذكارات الأمير ويليام وكيت ميدلتون. ولقاء خاص ومباشر مع السوبرانو اللبنانية ميرنا شاكر.